بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أهتدي وأستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، عليه وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله يا طلاب شركة آفاق التعليمية في المرحلة المتوسطة ومع مادة العلوم والصف الثالث المتوسط. درسنا اليوم بعنوان الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبركة. ايه فكرة الدرس يا شباب؟ دايما احنا عندنا اي درس له فكرة. فكرة الدرس بتقول لي ان تؤدي تيارات الحمل اللي موجودة في طبقة الستار الى حركة الصفائح، وحركة الصفائح دي هي التي ينجم عنها ما يعرف بالزلازل والبراكين. المفردات اللي يجب ان احنا نعرفها في هذا الدرس، نعرف حاجة اسمها الغلاف الصخري، ونعرف معنى كلمة صفيحة، والغلاف المائع، وحفر الانهدام، والبقعة الساخنة. الصفائح الأرضية، ايه هي الصفائح الأرضية؟ بتنص نظرية الصفائح الأرضية على إن الغلاف الصخري المكون من القشرة الأرضية اللي هي أعلى الستار مقسم إلى قطع، ويسمى كل منها صفيحة، وهذه القطع بتتحرك على طبقة لدنة من الستار بنسميها الغلاف المائع. أثناء حركة هذه القطع بيحدث وينتج عنها ما يعرف بالأحداث الجيولوجية اللي هي مين ومين؟ اللي هي الزلازل والبراكين، وقد تكون جبال وتشكل أيضا محيطات. طيب، الصفائح الأرضية ديت يا شباب، أيضا المفترض تعرف إن الصفائح الأرضية تشكل ما يعرف بالغلاف الصخري. فالغلاف الصخري هو عبارة عن مجموعة من الصفائح الأرضية، وأيضا الغلاف الصخري ده عبارة عن نطاق صلب، سمكه يعادل حوالي 100 كيلومتر، وبتكون كثافته أقل من كثافة المواد اللي بتقع أسفل منه. علشان كده بنجد في الأعلى دايما احنا خدنا الأجزاء أو المواد اللي لها كثافة أقل، تجد إنها تطفو على السطح، يعني هي اللي بتكون أعلى. وهذه الصفائح تتحرك فوق ما يعرف به الغلاف مين؟ الماء. زي ما انت شايف كده، يمكن الصورة ديت مش واضحة كويس، لكن لو جبناها عن طريق الكتاب أظن الصورة هنا جدا واضحة. لو تناظر كده الصفيحة أو الصفائح، ده الغلاف الصخري يا شباب، شايفين ده الغلاف مين؟ الصخري. ده الغلاف الصخري. الغلاف الصخري موجود فيه حاجة اسمها صفائح محيطية اللي بتقع أسفل المحيط. شوف الصفيحة اللي بتقع أسفل المحيط ديت، شوف القشرة ديت دي إيه؟ بنسميها قشرة محيطية. أما الغلاف الصخري اللي موجود ده منه، اللي واقع أعلى طبقة الستار، وطبعا ده الجزء العلوي من طبقة الستار، ودي الطبقة الغلاف المائع اللي اتفقنا عليه اللي هو اللدن اللي هو جزء من الستار. القشرة القرنية هي اللي تكون ما يعرف به القارة، دايما تجدها تحت اليابسة. فأنا عندي الغلاف الصخري عبارة عن مجموعة من الصفائح الأرضية. طب الغلاف الصخري المكون من القشرة الأرضية وأعلى الستار مقسم إلى صفائح، والصفيحة عبارة عن قطعة، وقطعة تقع على طبقة لدنة تسمى الستار اللي بنسميها مين؟ الغلاف المائع. الصفائح الأرضية مقسمة إلى نوعين من الصفائح،
صفائح محيطية وصفائح قارية. المحيطية هي اللي بتقع أسفل المحيط، بينما الصفيحة القارية فهي اللي بتشكل ما يعرف به القارات. ولاحظ كده إن الصفيحة المحيطية بتكون أكبر كثافة وأقل سمك من الصفيحة القارية، وطبعا دي واضحة جدا، السمك بتاعها بتكون قليل لكن الكثافة بتاعتها بتكون كبيرة. خلاص يا شباب؟ طيب نكمل هنا الحاجة بتاعتنا. خلاص عرفناها، هي تقسم الصفائح الأرضية، برضو هنا خيارات المؤشر شفناه، هي الصفائح الأرضية مقسمة إلى صفائح محيطية اللي بتقع أسفل المحيط، وعند صفائح قارية بتقع أسفل القارات. طب ما الذي يتميز به كل صفيحة؟ إن الصفيحة المحيطية بتكون أكثر كثافة وأقل سمك من الصفيحة الإيش؟ القارية. خلاص يا شباب؟ طيب حدود الصفائح المتحركة، أنا عندي يا شباب لو أنت عندك مجموعة من الطاولات موجودة في غرفة وحاولت إنك تخليها تصطدم ببعضها البعض، هتجد إن في حدود موجودة بين الطاولات بنسميها حدود الطاولات المتحركة. أيضا أنا عندي حاجة اسمها حدود الصفائح الإيش؟ المتحركة. فالحدود الفاصلة بين الصفائح بنسميها حدود الصفائح. حدود الصفائح دي بتقسم اعتمادا على حركة الصفائح إلى حدود تقارب، ده رقم واحد، حدود تباعد، ده رقم اثنين، حدود جانبية، ده رقم كم؟ رقم ثلاثة. يبقى حدود الصفائح اللي ناتجة عن حركة هذه الصفائح بينتج عنها ثلاث أنواع، إما أنها تسميها حدود تقارب أو حدود تباعد أو حدود جانبية. طيب أنا كده عرفت حدود الصفائح. طب لو سألك سؤال وبيقول لك أين تتشكل البراكين؟ ده سؤال جدا مهم. احنا قلنا البركان ده من ضمن الحاجات اللي بنسميها أشياء طبيعية، كوارث طبيعية، كارثة لا يتدخل الإنسان فيها من قبل الله عز وجل، بتخرج الماجما أو الصهارة على سطح الأرض أو حتى في داخل المياه. معظم البراكين بتتكون على حدود الصفائح، ركز معايا، وأنا خدت إن حدود الصفائح قد تكون حدود تقارب أو حدود تباعد أو حدود جانبية. إذن بصفة عامة تتشكل البراكين على حدود الصفائح. طيب أكيد لو حصلت عند حدود التقارب هيحصل نوع من البراكين، وإن حدثت عند حدود التباعد هيحدث نوع آخر من البراكين، لكن بصفة عامة البركان بيحصل عند حدود الصفائح. بيحصل عند حدود مين؟ الصفائح. خلاص يا شباب؟ طيب هنا بدأ يتكلم عن حدود الصفائح مين؟ المتباعدة. المتباعدة بتتحرك الصفائح مبتعدة بعضها عن بعض، أصلا اسمها متباعدة. طالما هي اسمها متباعدة يبقى هي بتتحرك متباعدة بعضها عن بعض. طيب لما تتباعد الصفائح تكون ما يعرف بشقوق طويلة، خلاص، بتسمى حفر مين؟ حفر الانهدام. يبقى كيف تكونت حفر الانهدام؟ تكونت عندما ابتعدت الصفائح بعضها عن بعض، فكونت ما يعرف بالشقوق التي تسمى حفر الانهدام. حفر الانهدام ديت فيها شقوق، هذه الشقوق تعتبر ممرات تسهل خروج الماجما
المجمى اللي هي الطبقة المنصهرة في باطن الأرض وأعلى منطقة الستار، وتشكل ما يعرف البراكين مين؟ الدرعية. يبقى نوع البركان اللي متكون على حدود الصفائح المتباعدة اسمها براكين مين؟ براكين درعية. والبراكين الدرعية دي ناتجة لما حصلت حفر الانهدام، وحفر الانهدام دي نتجت عن حدود الصفائح المتباعدة لما ابتعدت الصفائح بعضها عن بعض. يبقى أنا كده في الحالة دي أنا عرفت كل الحاجات دي من خلال المعلومات اللي أنا شايفها قدام مني. طيب عندي ما يعرف بحدود الصفائح المتقاربة. إيه هي المتقاربة؟ الصفائح هتتحرك وتبدأ الحواف بتاعتها تصطدم ببعضها، فتقترب من بعضها البعض. طيب وبعدين؟ لما تقترب من بعضها البعض هتغوص الصفيحة المحيطية اللي هي كتفتها أكبر من غيرها، تبدأ تنزل أسفل فتتشكل البراكين. والبركان اللي هيتم في هذا المكان هنسميه طبعا براكين مركبة. يبقى اللي حصل عند حدود الصفائح المتباعدة كان اسمه بركان درعي، بينما البركان اللي حدث عن حدود الصفائح المتقاربة بنسميه البركان المركب. تتكون جميع البراكين التي تحيط بالمحيط الهادي بهذه الطريقة. طبعا المحيط الهادي حوالين منه حزام بنسميه حزام بركاني أو حزام ناري. كلمة ناري لأن هو عبارة عن براكين كلها تكونت عن طريقة حدود الصفائح الإيش المتقاربة. الحزام البراكين اللي بيحيط بالمحيط الهادي بنسميه الحزام الناري. خلاص يا شباب، يبقى أنا كده خدت نوعين من حدود الصفائح، في متباعدة وفي متقاربة. المتباعدة شكلت لي بركان اسمه بركان درعي، والمتقاربة شكلت لي البركان المركب. في عندي ما يعرف بالبقع الساخنة. ايه هي بقى البقع الساخنة؟ البقع الساخنة قال لك بتحصل حاليا، هي موجودة في أسفل جزيرة هاواي، وتعتبر جزر هاواي مثال على الجزر البركانية، وهي حصلت في وسط صفيحة المحيط الهادي، بحيث جبرت أو جبرت كتل كبيرة من المجمى جبرت على الصعود إلى أعلى عن طريق ما يعرف بالبقع الساخنة. خلاص؟ يبقى لو قال لك إيه الحدث اللي نتج جزر هاواي هتقول لي ما يعرف بالبقع مين؟ الساخنة. خلاص؟ طب حركة الصفائح تسبب ما يعرف أيضا بالزلازل، مش براكين فقط، لا ده بتسبب زلازل. ليه؟ لأن لما بيحصل إن الصفائح تصطدم بعضها ببعض، وبعد ما تصطدم تتوقف عن الحركة، هيؤدي إلى تشوهات موجودة في الحواف نتيجة التقاء الصفيحتين. الصفيحة الأولى اللي على اليمين التقت مع الصفيحة اللي على اليسار، فحفت هذه الصفيحة راح تتشوه، وحفت الصفيحة دي راح تتشوه، وهيحدث ما يعرف بالارتداد المرن. الارتداد المرن اللي نتج عندي ده هو هتتولد عنه ما يعرف بالاهتزازات، والاهتزازات هي عبارة عن زلازل. يبقى حركة الصفائح تسبب الزلازل، فتحدث الزلازل زي ما حصلت برضو البراكين، غالبا إما أنها تحصل عند حدود التقارب أو عند حدود التباعد لما تبدأ تبتعد عن بعضها عن بعض، أو
عند حدود التحول اللي هو التحول الجانبي، احنا قلنا انا في عندي ثلاث انواع من حركات الصفائح، اما انها تكون حدود تقارب او حدود تباعد او حتى حدود جانبية او اللي بنسميه التحول، والثلاثة بينتج عنهم ما يعرف ب الزلازل. خلاص يا شباب، مواقع الزلازل. قال لك معظم الزلازل بتتركز في صورة أحزمة مميزة، بيتركز 80% من الزلازل على طول حزام المحيط الهادي اللي هو الناري، اللي هو نفس حزام البراكين اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو الحزام الناري. خلاص، فحركة الصفائح بتبقى تعمل على توليد طاقة، وهذه الطاقة هي التي تسبب ما يعرف به الزلازل. هنا بدأ يجيب لي صورة أو مقطع عما يوجد في باطن الأرض. فصفائح الأرض وباطنها، العلماء نتيجة دراستهم الموجات الزلزالية اللي احنا اتفقنا عليها، أنا عندي ثلاث أنواع من الموجات بتنتج عن الزلازل، إما أنها تكون موجات أولية أو موجات ثانوية أو موجات سطحية. فلما درسوا العلماء الموجات الزلزالية وبدأوا يعرفوا السرعة بتاعتها وكيف استطاعت هذه الموجات عبور طبقات الأرض، استطاع العلماء معرفة كل طبقة وماهيتها. يعني عرفوا أن سرعة الموجات الزلزالية بتنخفض لما تتخطى قاع الغلاف الصخري، وتشكل هذه الطبقة المنصهرة جزئيا طبقة أكثر سخونة وأقل من صلابة. فعرفوا ما يعرف فيه أن الطبقات اللي موجودة في الأرض اللي هي طبقة الستار، عرفوا أن معظمه صخور صلبة، بينما النقب الخارجي فمعظمه حديد لكنه مصهور، اللب الداخلي معظمه حديد لكنه صلب. وطبعا دي القياسات، يعني عندي اللب الداخلي 1216 كيلو، طبعا ده القطر بتاعه، اما اللب الداخلي فهو 2270، اما عندي اللي هي الطبقة الستار فهي 2889 كيلو متر. بيتأثر أو يتركز تأثير حركة الصفائح في المملكة حول حواف الصفيحة العربية. يعني إيه؟ بتتحرك الصفيحة العربية بشكل دوراني في اتجاه الشمال من الشرق، لذا فإن حدوث الزلازل والبراكين مرتبط مع هذه الحواف. طب أين يتركز النشاط الزلزالي في المملكة؟ بيتركز على امتداد ما يعرف به البحر، مين؟ البحر الأحمر، وحتى خليج مين؟ العقبة. طيب نوع الصفائح هي بنسميها حدود تباعد، بيحصل بين الصفيحة العربية اللي المملكة جزء منها والصفيحة مين؟ الأفريقية. طيب النشاط البركاني، النشاط البركاني بيرتبط عادة مع حركة الصفيحة مين؟ العربية. طب لو قال لك أين يتركز النشاط البركاني في المملكة؟ بيتركز فيما يعرف به الجهة الغربية على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث تمثل حدود الصفائح العربية مع الصفيحة مين؟ الإفريقية. خلاص يا شباب؟ زي ما انت شايف كده، ادى حدود المملكة، والمملكة قدام منك فيها نقاط حمراء، والنقاط الحمراء دي اللي بتتركز فيها ما يعرف به الزلازل او حتى البراكين. بيقول لك ما الذي يحرك الصفائح؟
في عديد من الفرضيات حول مصدر الطاقة المحركة للصفائح، بتنص إحدى هذه الفرضيات على إن مادة الصفار اللي موجودة اللي هي تعتبر أعلى اللب الخارجي بيتم تسخينها بواسطة ما يعرف بلب الأرض، فالكثافة بتاعتها تقل وتصعد إلى أعلى. طب إذا صعدت لأعلى بتبرد، طب وإذا بردت تبدأ كثافتها تزيد فتبدأ تنزل أسفل مرة تاني في اتجاه مين؟ اللب، مكونة ما يعرف به تيارات الحمل. تقدم تيارات الحمل في بطن الأرض تفسيرا لحركة الصفائح، والتي توفر ظروفا لتشكيل البراكين والزلازل، حيث تصعد الماجما اللي هي الصهارة اللي تكونت في طبقة السطار في وسط الصفيحة نتيجة وجود بقعة ساخنة في السطار، وقد تنتج البقعة الساخنة عن وجود تيارات حمل ضخمة في السطار. شايفين ده اللي هو اللي احنا بنسميه الحمل الحراري، أما هنا في دي حدود تقارب، هنا في حدود تباعد. لو شفنا الكتاب بتاعنا ده حركة الصفائح هيتكلمنا عليها، ودي أنواع الصفائح. قلنا برضو أنواع الصفائح عندي حدود صفائح بنسميها متباعدة، واللي بتكون ما يعرف به حفر الانهدام، خلاص. وعندي حدود صفائح متقاربة اللي شكلت لي ما يعرف به البراكين مين؟ المركبة. البقع الساخنة جزر هاواي مثال على الجزر البركانية اللي تكونت عن طريق ما يعرف بالبقعة الساخنة، خلاص. اتفقنا ان البراكين بتتكون على سطح الارض عادة في مناطق مين؟ الانهدام، وفوق البقع مين؟ الساخنة. خلي بالكم ان البراكين في أماكن الانهدام نتيجة حدود ما يعرف به اللي اتفقنا عليه اللي هي من حدود الصفائح اللي هي المتباعدة، حفر الانهدام ناتجة عن حدود الصفائح المتباعدة. وطبعا دي جزر هاواي، ده شكل جزر هاواي قدام منك اهي، فهنا بقعة ساخنة، وما زالت إلى الآن العلماء بيقولوا ما زالت أيضا موجودة. طبعا هنا ايضا حركة الصفائح تسبب ما يعرف به الزلازل، وقلنا تحدث الزلزال غالبا عند حدود التقارب، او عندما تبتعد الصفائح، او عندما تتحرك الصفائح بمحاذاة بعضها البعض اللي هي عند حدود مين؟ التحول، او الحدود الجانبية، خلاص يا شباب. طبعا هنا الصفيحة اللي اتكلمنا عليها دي صفائح الارض، وعرفنا ان في طبقات للارض، في اللب الداخلي معظمه حديد صلب، اللب الخارجي حديد مصور، الستار معظمه صخور لكنها صلبة، القشرة الأرضية قلنا عبارة عن تتحرك على ما يعرف بغلاف المائع. خلاص يا شباب، وطبعا دي بالنسبة للمملكة وعرفنا عنها كل شيء. هنا في نهاية الدرس عرفنا أن الغلاف الصخري مقسم إلى قطع تسميها صفائح، تتحرك هذه الصفائح إما أنها تكون متقاربة بعضها لبعض، أو مبتعدة بعضها عن بعض، أو على حدود الجانبية. حركة الصفائح تسبب زلازل، سواء كانت الحركة متباعدة أو متقاربة أو جانبية. عند البراكين أيضا بتتكون عند حدود الصفائح، وإن كانت متقاربة هتكون لي ما يعرف بالبركان المركب، وإن كانت متباعدة هتكون لي ما يعرف بالبركان الدرعي. عرفت من البقعة الساخنة هي السبب في تكون جزر هاواي. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.